بسم الله الرحمن الرحيم. ننادي الشركة اليمنية للغاز بالإسراع في إنزال نظام الشركة إلى مدينة ردع. هذه المدينة التي أصبحت أزمة الغاز أزمة كبيرة، بل إنها أعظم من المدن الأخرى بسبب أنه لا يوجد نظام شركة في هذه المدينة. الأمر الذي يعاني منه المواطن معاناة كبيرة، بل إن أصبح أكثر البيوت في مدينة رداع يعتمدون على إحراق الكراتين وإحراق البلاستيك بدلاً عن الغاز، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفات أو إلى أمراض بسبب الروائح التي تنتج عن الحرائق. ومن جهة أخرى نحن نستغرب على آلية التوزيع الموجودة في مديريات ردع، آلية التوزيع التي أصبح فيها التوزيع عبئاً على المواطن بسبب العبان والمجالس المحلية في مديرية ردع. بعض ما يهمنا شيء، هذا الكلام كله ما يهمنا شيء، ما يهمنا شيء. متى هي حركة تنفيذية؟ نعم ما في شيء، نعم سواء في فعل خير أو شر. الله نعم، لا نريد من أحد إلا جزاء ولا شكر. الله يرضى عليك يا شيخ، يلا حياك الله. قد قلت لك يدي عليك، الله يرضى عليك. استغلال في آلية التوزيع، الآلية التي يضيفون إليها 1000 ريال إلى 500 ريال، وهي تشكل عبئاً على المواطن. وقد وجهت اللجنة المجتمعية بعدة مذكرات لوقف هذه السياسة التي يتبعها بعض العقال وبعض المجالس المحلية التي تزيد عبئاً على المواطن، بوقف هذه وتصحيح هذا المسار. عرفت كيف؟ كل مديرية نعرف كم طلعنا. الله في المواطنين، اتقوا الله في المواطنين. أما اللجنة المجتمعية فسوف تتحرك. هم بيدون ما حتى من عندهم كم بيخرج من عند بعضه، بيقول 350 بعضه 150 حتى ممتاز. اللهم صل على سلام عليك، قالوا كانوا عندنا كثير عم ردع كامل.